Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبيبي طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي. أهلا بكم مرة تانية في شرح جرامر الوحدة الخامسة واللي بيكلمني عن ability and inability in the past. التعبير عن القدرة أو الاستطاعة في الماضي. طبعا احنا خدنا قبل كده تعبير عن القدرة والاستطاعة في المضارع سواء بكلمة كان او في الماضي بكلمة كود، لكن الفرق النهاردة ان هيجيب لي الحاجات اللي بتساوي كود في الماضي. طبعا انا عارف ان التعبير عن الاستطاعة في الماضي بيكون بكلمة كود اللي معناها استطاع، وقال لي ان كود بيجي وراها انفينيتيف يعني فعل في المصدر بدون اي اضافات، واعتقد ان الكلام ده بسيط وما فيهوش حاجة. يعني لما اقول اي could drive a car يعني انا استطعت ان انا اقود السيارة. طبعا هنا could معناها استطعت، وهنا drive الفعل هنا في المصدر بدون اي اضافات في اصل الفعل، فبالتالي لازم اقول I could drive a car. يبقى التعبير عن القدرة بيكون بكلمة could، وهنا مش المشكلة، المشكلة هنا هتبدأ تكمن في ان ازاي هستخدم الحاجات اللي بتساوي could. قال لي لما هيجيب لي could هنا هيقول لي استعمل معها able to. طبعا هنا احنا مش هنستخدم able to بس، لا هنستخدم كمان capable of. واللي capable of نفس able to بمعنى قادر على. طيب وكمان انا مش هستخدم دول بس، لا هستخدم كمان كلمة ability، وكلمة ability معناها القدرة وability بيجي معها to. طيب تعال نشوف بقى ونوضح ونفرق ايه الفرق بين استعمال كود واستعمال الكلمات دي في التعبير عن الاستطاعة في زمن الماضي. قال لي طبعا كلمة كود شكل ما احنا عارفين ان هو مودل فيرب فعل ناقص بيجي وراء مصدر. طيب امال able to capable of؟ قال لي able to capable of دي adjectives صفات، وعارفين ان الصفات بيجي قبلها verb to be. طيب في الماضي قال لي هيجي قبل able to وكود was or were، لان هو ده verb to be في الزمن الماضي. يبقى هنا هيجي was or were، وهنا برضو هيجي was or were. So was or were able to، was or were capable of، الاثنين بيساووا كلمة could. طب ما الability؟ قال لي لا، ability ده noun معناه قدرة، وبالتالي لما اقول شخص هقول شخص عنده القدرة، فبالتالي اللي هيجي مع كلمة ability هو verb to have في الماضي هلاقيه had. فقال لي هنا انا هستخدم مكان could able to او capable of او ability to. تعال بقى نشوف ازاي هستخدم الحاجات دي مكان could سواء في الجملة المثبتة او في الجملة المنفية او كمان في السؤال. تعال الاول نشوف في الجملة المثبتة. الجملة اللي قدامي دي اللي هي I could drive a car، يعني انا استطعت ان انا اركب سيارة. هنا هيبدأ يقول لي استعمل لي able او يقول لي استعمل لي capable او هيقول لي استعمل لي ability. قال لي يبقى المهم هنا طالما هستعمل اي كلمة من دول ابقى عارف يا ترى ايه اللي هيجي قبلها. انا عارف شكل ما قلت ان able هيجي قبلها was or were، وعندنا capable نفس الكلام، وعندنا ability هيجي معها verb to have، والكلام كله بيبقى في الماضي. فلما يجي يقول لي استعمل لي able مكان could، فكل الموضوع ان انا هبدأ بالفعل بتاعي عادي خالص اللي هو I، فهتبقى I. طب وبعدين يا مستر؟ قال لي قبل ما اجيب able لازم اجيب was or were لان الكلام في الزمن الماضي. طب I بتاخد ايه؟ قال لي I بتاخد was، فهقول I was، وبعدين able. طب able مهم جدا ان انا اكون عارف ان بيجي وراها to، وبعدين هقول I was able to drive a car. drive a car يعني انا كان في استطاعتي ان انا اركب سيارة. تاني بدأت بالفعل اللي هو I عادي جدا، لازم اجيب was or were عشان الصفة I was able to drive a car، ولاحظ ان able بيجي معها to. طب تعال نشوف الكلمة التانية وهي كلمة capable. قال لي نفس الفكرة تماما ولكن مع تغير بسيط. قال لي هبدأ بـI عادي جدا وهجيب was ما فيهاش حاجة خالص. طيب able to، قال لي لا هجيب capable of، هي نفس الفكرة برضو معناها قادر على. طيب of هنا ادي الفرق بقى، ان of بيجي وراها verb plus ing يعني بيجي وراها gerund، ما ينفعش يجي وراها مصدر، فهقول I was capable of driving a car. I was
capable of driving a car. I was capable of driving a car. يبقى حطيت was or were قبل capable of وبعدين جبت وراها verb plus ing. طيب امال بقى استعمال كلمة ability. طبعا ability معناها القدرة واللي بيجي مع القدرة هو verb to have يعني لديه القدرة والكلام في زمن الماضي يبقى اذا هقول had. فبالتالي هبدأ بالفعل بتاعي عادي خالص اللي هو I واجيب had فاقول I had وبعدين اللي هجيب the ability يعني I had the ability أنا كان عندي القدرة طبعا واجيب وراها to so I had the ability to واجيب المصدر عادي خالص drive a car تاني I had the ability to drive a car يعني أنا كان لدي القدرة إن أنا أركب السيارة أو إن أنا أقود السيارة يبقى إذن هنا لما أجي أستعمل able to أو capable of مكان could قال لي لازم أجيب قبلها was or were able يجي وراها to capable يجي وراها of to be وراها مصدر of يجي وراها verb plus ing لو اللي استعمل ability وability معناها القدرة قال لي ability بيجي وراها to بس لازم يجي قبلها verb to have والكلام في الماضي فبيجي قبلها had طيب تعال نشوف بقى بالنسبة للنفي لو احنا خدنا جملة منفية بالمنظر ده رامي couldn't answer the question رامي couldn't answer the question يعني رامي ما قدرش يجاوب على السؤال تاني رامي couldn't answer the question رامي ما قدرش يجاوب على السؤال لاحظ هنا انا عبرت عن عدم القدرة بكلمة couldn't طيب وبعدين يا مستر قال لي هيجي يقول لي استعمل لي نفس الكلمات يعني هيجي يقول لي استعمل لي able اللي معناها قادر او هيقول لي استعمل لي capable اللي برضو معناها قادر او يقول لي استعمل لي ability اللي هي القدرة لو قال لي استعمل لي اي واحدة من الثلاثة دول هتبقى تقريبا نفس الفكرة بمعنى ان انا هبدأ بالفعل بتاعي اللي هو رامي عادي جدا طيب يا مستر انت قلت بجيب was or were قبل able to قال لي الفكرة انها هتيجي منفية فاذا هقول رامي wasn't able to answer the question يعني ما كانش عنده القدرة ما كانش قادر على ان هو يجاوب على السؤال تاني رامي wasn't able to answer the question رامي ما كانش قادر ان هو يجاوب على السؤال طيب capable اللي هي نفس الفكرة تقريبا ولكن capable بيجي وراها of plus verb ing فاذا هقول رامي wasn't capable of طب capable of اللي بيجي وراها gerund so answering not answer the question يبقى رامي ما كانش قادر ان هو يجاوب على السؤال طب يا مستر لو جاب ability اللي هي القدرة فنحقول ما كانش عنده القدرة طب يا ترى هقول hadn't هقول لك لا طبعا لان had هنا هو الفعل الاساسي فيه بكلمة didn't وبرجعه الاصل اللي هو have فبالتالي هقول رامي didn't have the ability to answer the question يعني رامي ما كانش عنده القدرة ان هو يجاوب على السؤال تاني رامي ما كانش عنده القدرة ان هو يجاوب على السؤال وبكده انا قدرت استعمل able to و capable of و ability مكان could سواء في الجملة المثبتة او في الجملة المنفية تعال نشوف بقى ازاي able to capable of ability هتحل محل كود في الاستفهام قال لي انا عارف ان الاستفهام نوعين سواء استفهام بيبدأ بكود نفسها او ان كود تيجي وراء ذات الاستفهام وممكن ناخد لاثنين ونشوف ازاي هنحل الاثنين باستخدام الكلمات دي لما يجي يقول لي كود هالي open the door يعني هل علي استطاع ان هو يفتح الباب تاني could علي open the door خلي بالك ادي could وادي المصدر بتاعي اللي جاء ورا could علي open the door
يعني هل هل استطاع ان هو يفتح الباب ويجي يقول لي نفس الكلام؟ استعملي able، استعملي capable or ability. قال لي اول حاجة عشان استعمل able او capable انا لازم اجيب verb to be اللي هو was or were. طيب هجيب was or were فين؟ قال لي مكان could، وبعدين اجيب الفعل وبعدين able to زائد المصدر بعدها. يعني لما اجي استعمل هنا able اول واحدة هقول was. طب ليه was؟ قال لي عشان علي، علي ده singular noun اسم مفرد فياخد was. So was علي. طب وبعدين هجيب عادي خالص able to. So was علي able to open the door. Was علي able to open the door يعني هل علي كان قادر ان هو يفتح الباب؟ Was علي able to open the door. طيب يا مستر الاول استعمل capable، هي نفس الفكرة. هبدأ ب was عادي جدا هو، يبقى was علي وبعدين capable مكان able capable، و capable بيجي معها of. طب capable of بيجي وراها verb plus ing يبقى opening the door. The door was علي capable of opening the door. طب يا مستر لو قال لي استعمل ability، ability معناها القدرة، وانا قلت القدرة بيجي معها verb to have، و have هنا بيكون فعل اساسي، يبقى لما هسأل عن had في الماضي هسأل بالdid ورجع had لأصلها اللي هو have. يعني لو انا هستعمل ability هقول did علي have the ability to open the door. يعني هل علي كان عنده القدرة ان هو يفتح الباب؟ مرة تانية، did علي have the ability to open the door؟ يعني هل علي كان عنده القدرة ان هو يفتح الباب؟ وبكده يبقى انا قدرت استخدم able to، capable of، وكمان the ability مكان could في السؤال. طيب يا مستر يعني لو سؤال بيبدأ بquestion word يعني بيبدأ بأداة استفهام، قال لي هي نفس الفكرة تقريبا. يعني لو انا قلت كده how could he answer the question. How could he answer the question يعني ازاي هو قدر يجاوب السؤال. طبعا هنا ادي could يعني المودال فيرب بتاعي اللي بيعبر لي عن ability، وكمان ادي المصدر بتاعي اللي هو answer. فلما هقول استعمل able to فانا عارف على طول هجيب مكان could was or were، وهنا هجيب able to زائد المصدر او capable of or verb plus ing. طب لو انا هجيب ability يبقى انا هسأل هنا did. طيب هي نفس الفكرة تقريبا، يبقى اذا هقول how اداة الاستفهام عادي جدا شكل ما هي. مكان could بجيب ها was. So how was ها he، وبعدين able to، وبعدين المصدر بتاعي answer the question يعني ازاي قدر يجاوب على السؤال. تاني ازاي قدر يجاوب على السؤال. طب لو capable قال لي هي نفس الفكرة، هسأل بها وعدي جدا هو، وبعدين هنا برضو مين ها was، وبعدين الفاعل بتاعي هي، بس مكان able هجيب capable، وبعدين of والverb plus ing يبقى answering the question. طب يا مستر لو انا عايز اجيب ability اللي هي القدرة، قال لي ability قلنا اللي بيجي معاها verb to have، بس هنا verb to have بيبقى فعل اساسي فبالتالي هسأل عنه بديد لان الكلام في الماضي، فهقول how did he have the ability to answer the question. يعني ازاي كان عنده القدرة ان هو يجاوب على السؤال. وبكده يبقى انا قدرت استخدم able to وكمان capable of وكمان the ability to مكان could للتعبير عن الاستطاعة في زمن الماضي. طبعا هنا على الماشي لازم اخد كلمتين مهمين جدا مع الكلمات دي للتعبير عن الاستطاعة، وهي كلمة managed to يعني نجح في انه يفعل شيء، وكمان succeeded بمعنى نجح، بس succeeded بيجي معها ان. managed to بيجي وراها الانفينيتيف الفعل في المصدر، اما succeeded in بيجي وراها verb plus
ing. تاني verb plus ing. قال لي برضو ممكن يقول لي استعمل اي كلمة من دول مكان could. طيب هستعملهم ازاي؟ خلي بالك معايا. لما يجي يقول لي they could من the car easily، يعني قدروا ان هم يصلحوا العربية بسهولة. ويجي يقول لي هنا استعمل لي managed or succeeded. طبعا هنا عشان استعمل managed او succeeded لازم اشيل could، فبالتالي هقول they managed، يعني هم قدروا. الفكرة بس هنا ان managed بيجي معاها to، فاذا هقول they managed to من the car easily. طيب لو قال لي succeeded قال لي نفس الفكرة، بس الفكرة ان succeed هيجي معها حرف الجر in مش to، وهجيب وراها verb plus ing يبقى mending. So they succeeded in mending the car easily. They succeeded in mending the car easily. يبقى اذا هنا انا ممكن برضو استعمل الفعلين دول للتعبير عن القدرة في الماضي، وهي كلمة succeeded in اللي بيجي وراها verb plus ing، ومانجد تو اللي بيجي وراها انفينيتيف فعل في المصدر. طبعا هنا يا جماعة في الاختياري مهم جدا ان انا اعرف ازاي هختار ازاي وافرق بين managed to و succeeded in was able to had the ability to، الكلام ده كله ازاي افرق بينهم في الاختيارات. خلي بالك معايا من الجملة اللي احنا هناخدها دي. لما اجي اقول لك هي وديك في الاختيارات able to could capable of وعندي كمان succeeded، climb the mountain. تعال بقى حبيبي قلبي نشوف ازاي هختار لما يجيب لي الكلمات دي. قال لي اول حاجة بقول لي هي، طبعا عشان اختار able to لازم تكون التركيبة كاملة was able to. جابها لي هنا من غير was يبقى اذا ما تنفعش. نفس الكلام مع capable، هقوله برضو طالما ما فيش معها was where يبقى ما ينفعش. طيب succeed اللي مش هيخليني اخدها اقوله succeeded لازم يجي معها حرف الجر ان. ثانيا ان succeeded ان بيجي وراها verb plus ing، فهنا الاختياري بتاعي لازم يكون كلمة could. could لان could هي اللي بيجيش قبلها حاجة، ثانيا بيجي وراها المصدر على طول، فبالتالي هقول he could climb the mountain. he could climb the mountain يعني هو قدر يتسلق الجبل. طيب لو جاب لي نفس الجملة بقى مستر بس حط لي هنا هو was وقال لي he was able to could capable of succeeded climb the mountain، يا ترى هاخد ايه؟ هقول لك اه طالما في was يبقى انا عندي يا able to يا capable of، اي حاجه من الاثنين دول، لان was مش هتيجي مع succeeded ولا هتيجي مع could. could ما ينفعش قبلها was، succeeded ما ينفعش قبلها was، فبالتالي able to و capable of. طب يا ترى هاخد اني واحده؟ قال لك لازم هاخد able to. ليه يا مستر؟ قال لي عشان دي climb، تاني climb يعني الفعل في المصدر. طيب يا مستر لو كانت تي climbing يعني كم زود لها ing؟ قال لي اه هنا لازم اخد مين يا حبايبي؟ capable. ليه؟ لان capable of هي اللي بيجي وراها verb ing، ثانيا ان capable of بيجي قبلها was or were. was or were. طيب يا مستر بقى لو جاب لي الاختياري بالمنظر ده يعني قال لي he able to could capable of succeeded in climbing the mountain، اقول له اه. طالما جاب لي هنا ان اقول له ان دي ما تجيش غير مع succeeded يعني نجح، ثانيا ان succeeded in بيجي وراها verb plus ing، فبالتالي هقول he succeeded in climbing a mountain. he succeeded in climbing a mountain. وبكده يبقى انا لازم افرق في الاختيارات، يا ترى هل was able to جايه كلها على بعضها وجايه وراها فعل في المصدر، ولا was capable of اللي جاي وراها verb plus ing، ولا could اللي ما بيجيش قبلها was ولا were ثانيا بيجي وراها المصدر مباشرة، ولا succeeded اللي لازم يجي وراها in والverb plus ing،
ولا managed اللي هيجي وراها to زائد المصدر. وبكده يبقى أنا عبرت عن القدرة وعدم القدرة في الماضي باستخدام could, able to, capable of, ability and managed to and succeeded in. وعرفنا ازاي بستخدم الحاجات دي في الجملة المثبتة وكمان في النفي وكمان في السؤال. تعال بقى نشوف التدريبات على الكلام ده في كتاب جيم. تعال نشوف تطبيق على الكلام ده في كتاب جيم. تعال بقولي number one when I was 10. خلي بالك when I was 10 يعني وانا عندي 10 سنين. I was a to swim. خلي بالك من الكلام. طبعا هنا ما ينفعش اختار كان ولا could لان في قبلها was. إذن مفيش غير able. So I was able to swim. And the next. You speak English when you were 6. You speak English when you were 6. يعني هل كنت بتعرف تتكلم انجليزي لما كان عندك خلاص 6 سنين؟ خلي بالك ان الكلام هنا ايه؟ ماضي مش مضارع لان بيقولي when you were 6. طيب ما ينفعش اختار where؟ هقول له لا طبعا. اول was where لو جواه فعل بيكون ing او تصريف ثالث لو مبني مجهول. طيب ما ينفعش اقول do you speak English؟ هقول له لا لان الكلام ده مضارع. طب ما ينفعش اقول are؟ لا are طبعا بيجي وراه verb plus ing. فاذا ما فيش غير could. So could you speak English when you were 6. The next number 3. Last Sunday we take any photos in the museum. It was forbidden. وقلنا كلمة forbidden يعني ممنوع. خلي بالك والكلام في زمن الماضي. طيب we ايه؟ يا ترى we were able to ولا we couldn't؟ طبعا we couldn't لان الكلام لازم يكون منفي. لازم يكون منفي. The next last week we go swimming. This week we can't. يبقى الاسبوع اللي فات خلاص روحنا نسبح لان قال لي الاسبوع ده ما قدرناش. يبقى لازم اقول we could. we could ما ينفعش اقول able. قلنا able لازم يجي قبلها was aware وبعدين to. اللي بعدها a you see the fireworks from your house last night. طبعا last night من علامات الماضي فلازم اختار could you see. طب ليه ما قلتش مثلا were you؟ اقول له ما قال ليش were you able to see. the next my grandmother A speak three languages. تاني my grandmother يعني جدتي A speak three languages. طبعا هنا يا ترى were able to؟ هقول لك لا لان الgrandmother مفرد. كان قال لي was able to. طب ما ينفعش اختار was able؟ هقول لك لا ناقصه to. طيب ما ينفعش اختار shouldn't؟ لا طبعا لان هي مش نصيحه. طب امال هقول لك could speak. the next my brother Anas يعني اخويا Anas ايه read until he was 5. until he was 5 يعني لغايه ما وصل سنه 5 سنين. طيب يبقى اذا هو انا عايز نفي مش عايز اثبات. يعني ما كانش بيعرف يقرا لغايه ما سنه وصل 5 سنين. طيب اقول wasn't able؟ هقول لك ما ينفعش عشان عايز to. طيب was able؟ هقول لك لا ما ينفعش اقول استطاع ان يقرا حتى سن الخامس. لا طبعا. طيب امال يبقى couldn't read. couldn't read. تعال نشوف الراي بتاعنا. بيقول لي منى could finish the project yesterday. منى could finish the project yesterday. طبعا هو هنا مش جايب كل الحاجات اللي احنا شرحناها ولكن جايب الحاجات البسيطة بس. طبعا لازم اكون عارف كل حاجة بحيث لو جالي اي سؤال بأي طريقة. منى could finish the project yesterday. هو هنا بيقول استعمل لي able. يبقى كل الموضوع ان انا هقول منى. قلنا لازم يجي قبلها verb to be. طيب في الماضي ولا في المضارع؟ في الماضي عشان could. يبقى اذا هقول منى was able to finish the project yesterday. The next he could win the race. يعني قدر يكسب السباق. بقول استعمل able نفس الفكرة. هبدأ به was able to win the race. يعني قدر ان هو يكسب السباق. اللي بعدها could your son read when he was 6. يعني هل ابنك استطاع ان يقرا لما كان عنده 6 سنين؟ هقول له خلي بالك ان ده question سؤال. يعني معناها ان انا لما اجيب verb to be هجيبه مكان could. فاذا هقول was your son. وخلي بالك اوعى تقول where the your مش you. يبقى was your son يعني هل ابنك able to read. able to read when he was 6. The next he couldn't use the new mobile. يعني ما قدرش يستخدم الموبايل الجديد. able to. يبقى لاحظ ان الجملة هنا جملة منفية. يبقى اذا هقول he wasn't not he was. يبقى he wasn't able to
to use the new mobile. The next, I couldn't find the glasses that you lost. يعني ما قدرتش الاقي النظارة اللي انت ضيعتها. طبعا هبدأ بآي عادي خالص. يبقى I وطبعا هي نافي فهقول wasn't. So I wasn't able to find. يعني ما كنتش قادر اجد النظارة. The glasses. وكمل عادي خالص that you lost. The next, Mona had the ability to come yesterday. احنا قلنا في الشرح ان had the ability يعني عندها القدرة. ability دايما بيجي معاها verb to have. طب هنا بقول استعمل able to. الموضوع بسيط جدا برضو. able to هيجي قبلها verb to be والكلام had في الماضي. فاقول Mona was able to come yesterday. يعني Mona كانت قادرة انها تيجي امس. يلا تعال نشوف تمارين المعاصر مع بعض. بيقول لي قبل وائل couldn't her math homework. طبعا انا عارف ان could و couldn't بيجي وراها الفعل في المصدر يبقى لازم اقول couldn't do. The next بيقول لي my friend to answer all the questions correctly. طبعا هنا لازم اشوف هلاقي ان في to معناها ان مش ممكن ابدا ان انا هجيب could لان could ما يجيش معاها to. طيب يا ترى هقول were able ولا هقول was able ولا هقول be able. طبعا my friend هنا مفرد فالمفروض ياخد was able. تاني المفروض ياخد was able. The next بيقول لي you speak English when you were six. You speak English when you were six. طبعا هنا كلام في الماضي وطبعا ما اقدرش اخد where عشان where بيجي معها able to وكمان لو جه وراها فعل بيجي وراها فعل فيه ing فبالتالي هختار could. So could you speak English. Number four when I was 10 يعني لما كان عندي 10 سنين I was swim. طبعا في هنا was وهنا to يبقى نايس بس كلمة able. نايس بس كلمة able. The next بيقول لي the math homework was very difficult. Where you do it. طبعا في هنا where بالتالي مش هقدر اجيب code لان code عمري ما يجي قبلها was او where. يبقى طالما قال لي where you لازم اقول able to. Were you able to. طبعا في هنا able و able to لازم اخلي بالي يبقى لازم اخد able to عشان able لازم اجيب ورا to زائد المصدر. تعال نشوف يلا number 6 بيقول لي فاتن able to solve the problem. طبعا في هنا able to احنا عارفين ان able to بيجي قبلها was or were في الماضي فبالتالي فاتن مفرد هتاخد was. تاني فاتن مفرد هتاخد was. اللي بعدها بيقول لي I could drive my father's car when I was 16. كنت بقدر اسوق عربية بابا وانا عندي 16 سنة but my brother ايه drive it. طبعا في هنا but يعني فيه تناقض. طبعا هنا المفروض اقول couldn't. طيب couldn't ليه؟ هقول له ما ينفعش اختار wasn't able عشان ما فيش to. يبقى اذا هنا I could drive but my brother couldn't drive it until he was 18. The next number 8 بيقول لي there was a fire at the hotel but the firefighters ايه put it out. Put it out يعني قدروا طفوها very quickly بسرعة. They were brave. طبعا هنا استطاع عندي was able وعندي were able to وعندي weren't able. طبعا هما قدروا طفوها فبالتالي هختار were able to. تاني were able to. The next you play basketball when you were young. لا يعني هل انت كنت بتقدر تلعب باسكتبول. طبعا هنا هختار كود يعني ما اختارش was اقول له ما فيش able to. was اللي عارفين لو جي وراها فعل بيجي وراها verb plus ing. the next بقول what is سلمى do when she was young لما كانت صغيرة. يبقى what could سلمى do. طب ما اقدرش اقول able. قال لي لا قبل الفعل بيجي was or where وبعدها بيجي able to. طيب تعال نشوف الراي كده مع بعض. بقول لي my brother couldn't swim until he was about 10 يعني ما كانش بيقدر يعوم. بقول لي استعمل able. طبعا عشان استعمل able لازم اجيب قبلها was or where. طبعا هنا جملة منفية يبقى اذا هقول my brother يعني اخويا بدل was هقول wasn't لان الجملة منفية. able to swim واكمل بقيته جملة عادي خالص until he was about 10. طب تعال نشوف the next. بقول لي Mona wasn't able to finish the project yesterday. بقول استعمل couldn't. طبعا عشان استعمل couldn't يبقى لازم اشيل wasn't able to كلها واقول Mona couldn't finish the project yesterday.
The next سما was able to start the car alone. قدرت ان هي تشغل العربيه لوحدها. اقول استعمل كود. طبعا عشان استعمل كود يبقى هشيل was able to واقول سما كود start وركود المصدر على طول the car alone. The next قولي could you find the lost bag. طبعا هنا سؤال وعايز تعمل able. طبعا يبقى هبدأ مكان كود we was or where. طبعا you هنا بتاخد where فبالتالي هقول where you وبعدين اجيب able to اللي هي قادر على وبعدين المصدر بتاعي find يبقى where you able to find the lost bag. The next بولي كمال succeeded in solving the very difficult problem. قلنا يا جماعة كلمة succeed in بتساوي كلمة could زائد المصدر أو بتساوي was or were able to زائد المصدر. قلنا succeed بيجي ورا in وin بيجي ورا verb plus ing. فإذا هنا عشان أستعمل able يبقى هشيل succeeded وأقول كامل. طيب كامل ماله؟ لازم أجيب قبل able to was or were يبقى was وبعدين able to. طب اقول يا ترى solving؟ قال لك لا لان able to بيجي وراها مصدر يبقى solve the very difficult problem. The next بقول what were you able to do when you were 12؟ يعني كنت بتقدر تعمل ايه لما كان عندك 12 سنه؟ كلام بسيط جدا هسال بوت عادي خالص وبعدين could والفعل بتاع you. طبعا طالما جبت كود ما ينفعش اجيب able to اجيب المصدر على طول يبقى what could you do when واكمل عادي جدا you were 12. طب the next بيقول لي سلمى couldn't read when she was 4 يعني ما كانتش بتقرا لما ما كانتش بتعرف تقرا وهي صغيره. بيقول لي استعمل وزن. طبعا هنا هبدا بسلمى عادي خالص اهون وبعدين اجيب وزن بس لما يقول لي wasn't يبقى هو عايز able to يبقى wasn't able to read when وكمل عادي جدا she was 4. تعال نشوف number 8 بولي باسم couldn't spell difficult words. بولي استعمل to. طبعا عشان to spell to دي بيجي قبلها able هو قبلها was or were. فاذا هقول باسم بشكل ما هي عادي جدا ده السبجكت بتاعي بدل couldn't هجيب wasn't لان باسم مفرد فقول wasn't able to spell difficult words. The next عمر could come early yesterday. بقول استعمل ability وانا قلت يا جماعه لما اقول استعمل ability لازم اجيب قبلها verb to have وطالما الكلام في الماضي فهجيب قبلها had. فاذا هقول عمر ماله يا مستر لازم اجيب had. The ability يعني كان عنده القدره had the ability واجيب ورا ability to واجيب وراها المصدر the ability to come early yesterday. The next I was able to solve the problem well. واللي استعمل capable. طبعا يا حبايبي عشان استعمل capable شكل ما قلنا ان capable شكل able بالظبط بس بيجي وراها of plus verb plus ing. فعشان كده هقول I was بدل able هحط capable وبدل to هحط of وبدل solve لازم اقول solving the problem well. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. لو فهمت الدرس يلا قول لكل زمايلك ما تبخلش عليهم اعمل share ولايك وسبسكرايب قول لكل زمايلك عشان يقدروا يستفيدوا هم كمان. Goodbye. السلام عليكم.